ماشي، هذا هو الزواج اللي كنت كنحلم فيه. يمكن تكون باقا عندنا شي ارض، ولكن ما كندخلش انا في داكشي. خاصك تحمد الله وتشكرو، داسي يا بنت القاع والباع قبلت بك نتايا. ما كانش على البال حكايه طبيب ناجح من عائله فقيره. انا راه طبيب. طبيب خدام في كلينيك ماشي ديالك. اراد الزواج من عائله غنيه. ياك بعتيها باش شريتي الدار في الدار البيضاء. اللي هو ما كان كيغضى حتى اللي جبد له حس العقوبيه من سميتهم بدلا، مش اخذها وحده من قاع الدوار. فلجأ للزواج من قبيلته للحصول على ميراث. فلا هذاك اللي غادي يتزوج بها ياخذ لها ارضها وفلوسها لتنقلب حياته ومشاريعه بشكل غير متوقع. كيفاش ما فهمتش؟ انا حامله جلي. اخر مره تسلمي هذا الشيء وما تبقاو ملاهين بكلام البراني، راه ما عنده غرض فيكم، غير مدوز وقته غادي في حاله. انا صافي هاد الصفحه طويتها من حياتي، من الاول كلشي كان غلط ومبني على المصلحة والفلوس. ما كانش على البال لجيهان البحار. الأحد في 10:45 مساء على دوزام. دوزام تجمعنا. رمضان كريم. معا نلتف حول باقة رمضانية على دوزام.